نزولا عند طلب مجموعة من المتابعين الأعزاء للقناة أفل. جبت لكم اليوم شقق بالمواصفات التالية: شقة اللي فيها ثلاثة ديال الغرف، عمارة اللي فيها مسعات من أبيال السيارات، كذلك الدار ديال عساس أو ديال اتحاد ملاكي العمارة، وفي موقع اللي هو رائع بثمن ديال 380,000 درهم، ديال 38 مليون. شقق اللي بصح هي في إطار الإنجاز النهائي ديالها، وصلت لفينيسيون الأخيرين ديالها. نزلت أنني صورها لكم دابا من أجل أن الإنسان ياخذ ليطاج اللي بغى أنه يعزل سواء الطبق الأول أو الطبق الثاني، وكذلك حتى الفينيسيون ديالها فينيسيون اللي هي رائعة. سيداتي سادتي، كنقول لكم مرحبا ألف مرحبا بكم من جديد مع طريق قناتكم أفعال، قناة اللي كتكد وكتجد باش أنها تجيب لكم دائما كل ما هو جديد في مجال العقار من ناحية ديال الديكور الفينيسيون وكذلك الترتيب والتشطيب. كنقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك. كنقول لكم مرحبا بكم في مدينة مكناس، مدينة العروض الراقية، مدينة الرفاهية فيما يخص العقار والأثمنة جد جد منافسة. كنأكد عليها أثمنة جد منافسة، والمنافسة اللي كتصب إلا في صالح الناس اللي باغا تقتني عقارات من هذا النوع. كما كتشاهدوا معايا المدخل ديال العقار ديالنا ديال اليوم هو هذا، واخا الباب ديال الدخله هي هذه، باب اللي هي باب مقاومه للكسر، ولا ديك لي بورت بلاندي. فاش كندخلوا كنلقاو قدامنا صالون باطلاله واحد الواجهه اللي هي طويله على شارع كبير. اليوم كنتواجد بكم على مقربة من واحد من أكبر أحياء بمدينة مكناس، ألا وهو حي المنصور. ومن اللي يعرف حي المنصور هو من أقدم الأحياء بمدينة مكناس، كيتواجد على مقربة نقدر نقولوا أقرب نقطة اللي معروفة في المدينة هي المدينة القديمة، تقريبا واحد 15 دقيقة على رجل، وتقريبا بالسيارة 5 دقائق إلى 7 دقائق. في الصالة ديال الشقة كما شفتوا دخلت كانت عندي صالون، عندنا الصالون هو هذا، الباب ديالو هي هذيك البلاصه ديال التلفازه. هنا عندي الغرفه رقم واحد، غرف لي تسعة، غرف لي كبيره. بديكورات لي حديثه من ناحيه ديال الكابس، من ناحيه كذلك ديال الصباغه ديالها. اما بالنسبه للمطبخ فهو مطبخ من نوع جديد للمطابخ، مطابخ اللي كتكون مصاوبة فيها البلاكارات ديالها، كاين حتى البلاصة فين ممكن الإنسان يدير الشوفو ديالو، فين يدير الشوفو ديالو، فين يدير الماكينة ديال الصابون. المطبخ اللي هو متسع، وكما قلت بالنسبه للثمن ديال هذا العقار اللي كنبت لكم اليوم ولا اللي كنوصف لكم هو 380,000 درهم، ولربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع صاحب هذا العقار. قلت هم واصلين الانجازات النهائيه ديالهم ديال هذا الشقق. هنا حمام، عندي الغرفة الثانية، كنعاودها كنتواجد بمدينة مكناس على مقربة من واحد من أكبر الأحياء. المرافق كلها اللي كيحتاج الإنسان في الحياة ديالو كاينة في هذا الحي هذا، من على ديك مثلا المدارس، نقدر نهضر على المواصلات كاينين، نهضرو كذلك على المرافق مثلا اللي كيحتاج، مثلا كاين المساجد تما قراب، كل ما يحتاجه الانسان مثلا في الحياه ديالو راهم كاينين في هذا الموقع. واللي بغى يشوف العقار عن كثب فما عليه الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم اعزائي المشاهدين. قالت لي الغرفه الثالثه، كنعتذر لقيت هذه الغرفه هذه مملوءه كل ما هو باش كيخدموا بالصباغه، مع الى ذلك كيتعذر التصوير 100%
ولكن راه هناك الفكره راه واضحه، والفكره راه كتكون يعني حنا العمل ديالنا اللي كنقوموا به ما هي الا اننا كنعطيوكم فكره اوليه، واللي مهتم باش انه يشوف العقار عن كثب راه كيجي كيتصل بينا، كيجي كيدير زياره ميدانيه، وانا راه الاشاره ديالكم. انا يا سير المشاهدين كنقول لكم دمتم في رعايه الله، كان فيديو قصير وعقار لي زوين، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم مع السلامه والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله مع ذلك.